مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا ولقاء متجدد وعدد جديد من مجلة الموسوعة الصحية. وعلى صفحات هذا العدد نلتقي بالعديد من الفقرات، نتعلم الإسعافات الأولية، نتعرف على كل ما هو جديد في الطب، نرد على استفساراتكم الطبية والعلاج المجاني، بالإضافة إلى العديد من الفقرات. تعال معنا عزيزي المشاهد نتابع معا هذا العدد من مجلة الموسوعة الصحية. عزيزي المشاهد، ماذا تعرف عن جراحة تجميل الأنف؟ حول هذا الموضوع يحدثنا الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، أخصائي جراحة التجميل والتكميل والتشوهات الخلقية والحروق بمستشفى الساحل التعليمي. بالنسبة لجراحات التجميل بالنسبة للأنف، الحقيقة الأنف عشان نتدخل ونتكلم بجراحات التجميل في خط من خطين نقدر نتكلم فيهم. الحاجة الأولانية إن في جراحات تجميل لإصلاح إصابة أو عيب خلقي موجود. الحاجة التانية في جراحات تجميل بندخل ونتكلم فيها جراحيا أساسا علشان من الناحية الجمالية. فلو بدأنا بالمجموعة الأولى اللي هي جراحات التجميل نتدخل فيها لإصلاح عيب خلقي موجود في الأنف. فمثلا بنجد أن العيب الخلقي موجود في الأنف في ناحية من الأنف وناحيتين، ناحية من الأنف كضيق في مجرى الأنف أو كميل الأنف إلى ناحية من الناحيتين وهكذا. أيضا من الجراحات التجميل اللي احنا نقدر نعملها جراحات تجميل الأنف الناتج عن إصابة بحوادث، فبنجد أن في بعض الحالات كثيرة جدا بيحصل كسر الأنف، والأنف لما يحصل فيها كسر في أي منطقة سواء المنطقة الخلفية العظمية أو الأمامية الغضروفية بيحصل كسر الأنف، فلا بد من التدخل الجراحي في الحال لإصلاح هذا الكسر، أو أن احنا بننتظر فترة لا تقل عن 7 أيام حتى يزول الورم الموجود في الأنف ويتم إصلاح هذا التدخل بالنسبة للأنف. أيضا بالنسبة للتدخل لعلاج لإصلاحات الأنف الناتج عن الأمراض، ممكن يكون تدخل ناتج لإصلاح أنف ناتج عن مرض مثل مرض الزهري. بتتكون الأنف بنجدها بتشبه سندان الحصان وتبقى السندانية الشكل، أو أن الأنف المصابة بمرض زي مرض الذئبة الأكولة، أو أن الأنف المصابة بأمراض أخرى. أيضا التدخل للأنف بالنسبة لعلاج الإصابات بيكون زي الحالات اللي هي موجود فيها أورام. بنجد أن في بعض الحالات أن الأنف فيها بعض الأورام، سواء هذه الأورام أورام حميدة أو أورام خبيثة، سواء كانت أورام موجودة في عظام الأنف من الخلف وضغط على الأنف، أو أنها طالعة من نفس الأنف. في هذه الحالات بيحصل أن الأنف نفسها بيشال هذا الورم، بيتم إزالته جراحيا، ويبقى قدامي الأنف نفسها في فراغ لابد من إصلاحه للتدخل الجراحي. المجموعة الثانية من علاجات الأنف اللي هي علاجات التجميل، إن الأنف سليمة 100%، ما فيش أي مشاكل، منظرها كويس، لكن بنبص نلاقي راجل أو ست بيجي بيقول لك أنفي دي طويلة شوية عايز أقصرها، قصيرة عايز أطولها، عريضة رفيعة، سميكة رفيعة، وهكذا. بيكون في هذه الحالة لابد من أن الطبيب يدخل عشان يعالج هذه الحالة جراحيا. والحقيقة برضو بيكون من الحاجات الواجب اشتراطها ان احنا بنصور المريض قبل العملية وبنصوره بعد العملية، وبناخد منه تعهدات لازمة ان هو منظره بعد العملية، لان في هذه الحالات بعد التدخل الجراحي صعب جدا انك تعيد المريض الى شكله السابق. ايضا في الموضوع ده ما نقدرش نتكلم انه في بعض الاشخاص برضو استغلوا الموضوع ده وابتدوا يعملوا عمليات لتغيير ملامح الوجه، وبقت مشكلة الحقيقة من المشاكل الصعبة اللي هي الحقيقة هل التدخل الجراحي لإصلاح عيوب الأنف يتم موافقته تماما بين الطبيب والمريض، أم أنه لابد من وجود جهة رقابية؟ والحقيقة دي من القضايا الصعبة اللي لا تزال تحل. إنما أنا رأيي الشخصي برضو في هذه القضية أنه لابد من موافقة من نقابة الأطباء في حالات التدخل الجراحي لإصلاح العيوب التجميلية للفم دون أي رقابة أخرى. مشاهدينا الأعزاء، وتحت عنوان بشرى لراغبي الرشاقة، تؤكد الكثير من الأبحاث العلمية أن هناك مجموعة من الخضروات والفواكه تساعد على التخلص من السمنة، وفي مقدمة هذه المواد الليمون. فعند وضع الليمون في قليل من الكمون وفي ماء مغلي ثم شرب هذا الخليط على الريق يتخلص الإنسان من السمنة. بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك العسل، فالإنسان لما ياخد معلقة عسل وبعديها فنجان شاي ممكن يتخلص من السمنة، وكمان الجزر. حول هذا الموضوع وتعقيبا على هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ أمجد عصام فؤاد، رئيس تحرير
للرجيم والسكر. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. يمكن زي ما حضرتك سمعت معانا في البدايه ان الرجيم والمواد الغذائيه للرجيم بيشغل بال الكثير منا، وخاصه ان في كتير قوي في مصر مصابين بالسمنه، فعايزين نعرف من حضرتك المواد الغذائيه بالنسبه لمرض السمنه. الحمد لله دلوقتي موجود في مصر مجموعه ضخمه من الاغذيه الصالحه للرجيم والسكر، واللي بيستعيد بيها الانسان الراغب في فقد وزنه عن الأغذية اللي هو ممنوع من استعمالها. بالنسبة لمرض السكر، يمكن زي ما حضرتك ذكرت ان لازم يتعمل رجيم لمريض السكر، اهم المواد الغذائية اللي ممكن يتناولها مريض السكر وتكون ممكن تقلله من تزايد في الوزن؟ هو مريض السكر لازم يراعي المواد الغذائية التي يتناولها بحيث ان لا تحمل جسمه بكميات سكر ما يقدرش البنكرياس يفرز كمية انسولين كافية لهضمها، وبالتالي هو بيبدل انواع من الاغذيه، يعني كل الاغذيه السكريه بيستبدلها ببدائل السكر او بيستغنى عن السكر في بعضها، بيتناول كميه عاليه من الالياف في غذائه لان الالياف بتبطئ في امتصاص المواد السكريه والسوائل عموما في الجسم، وبيحد من استهلاك المواد النشويه وبيستعمل البدائل لها، ولابد ان يكثر من كمية الفيتامينات وكمية الأملاح المعدنية اللازمة، لأن عملية بطء الهضم بتؤدي بالتبعية إلى بطء هضم السكر وبطء هضم الأملاح المعدنية والفيتامينات اللازمة ليه. يمكن فنن في مجموعة من المواد عملت خصيصا لمريض السكر أو مجموعة من الغذاء، فحضرتك تدينا فكرة عن هذه المجموعة؟ هو في مجموعة الأغذية الجافة واللي هي بدائل السكر المعروفة للتحلية، وهي في منها مجموعة موجودة في مصر من بدائل السكر الطبيعية غير الكيماوية، وهي جيدة جدا وبتفيد عين السكر في انها بيقدر يستغنى عن استهلاك السكر بالكامل، وبيتعمل منها كاكاو، بيتعمل منها شوكولاتة، وفي مجموعة العجائن اللي هي بيستعيد بيها عين السكر عن العيش، وبيستعيد بيها عن البسكوت، وبيستعيد بيها عن الكراكرز او النواشف اللي بياكلها اللي ما يقدرش ياكلها لانها معمولة من الدقيق. في كمان انواع من المكرونة موجودة لعيان السكر، وفي مجموعة طبعا الأغذية الطبيعية اللي هي الفواكه زي ما حضرتك قلتي والخضروات المسموح لي باستعمالها، والمربات المعمولة مخصوص لعيان السكر بأنها مصنعة من فواكه لا تحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز ومصنعة ببدائل السكر للتحلية بدون سكر. هل هذه المواد كلها تصلح لأي مريض سكر؟ يعني بتتفاوت النسبة طبعا ما بين المريض والآخر، ممكن المريض ينزل السوق يشتري أي كمية ممكن يتناولها، ممكن واحد تاني يكون نسبة سكر عنده أعلى ويشتري نفس الكمية، فحضرتك تنصح بإيه في الحالة دي؟ هو حضرتك مرض السكر هو خلل في النظام الهضمي للمريض، وبالتالي فكل مريض بيختلف عن المريض التاني، وكل مريض بيتابع مع الدكتور المعالج ليه اللي عارف نسبة السكر عنده إيه، لأن نفس المريض في ظروف صحية معينة ممكن يستهلك بشكل معين، وفي ظروف صحية مختلفة لنفس المريض يستهلك بشكل آخر، فلا بد أنه يكون ماشي مع طبيب معالج هو اللي بيحدد له كمية السعرات الحرارية وكمية الأغذية اللي بيتناولها. ولكن في أشياء عامة، يعني مثلا بدائل السكر اللي هي خالية من السعرات الحرارية تماما، عيان السكر ممكن يستهلك منها أي كمية لأن ما فيش منها أي ضرر، إنما لما نتكلم على المواد اللي فيها كمية من السعرات الحرارية زي مثلا المكرونة، ما يقدرش مثلا ياكل طبقين مكرونه، لا ده هو مثلا المكرونه الدايت فيها نص السعرات الحراريه بتاعت المكرونه العاديه، فلو الدكتور قال له كل معلقتين يبقى معناها يقدر ياكل 3 4 معالق من دي، ويبقى خد نفس الكميه اللي خدها بالعادي، فلابد ان يكون الدكتور المعالج هو المحدد للكميات المطلوبه، الا اذا كان العيان عنده نظام غذائي محدد هو مدرك للكميات المطلوبه منه انه يتناولها فيه، فبيقنن هذا النظام على البيانات العلميه المكتوبه على كل عبوه. عزيزي المشاهد، ماذا تعرف عن القيمه الغذائيه لفيتامين الف؟ فيتامين الف موجود في الفواكه والخضروات الطازجه والخبز والارز وبروتينات كاللحم الاحمر والسمك والدواجن ومنتجات الالبان. ومن اهميه فيتامين الف الحفاظ على مرونه البشره ونعومتها وخلوها من التجاعيد. أعزائي المشاهدين، ماذا تعرف عن القيمة الغذائية لفيتامين ب؟ فيتامين ب توجد في أقراص الخميرة والأرز والقمح والفاصوليا والبيض ولحوم الدواجن والخضروات الطازجة، ويساعد فيتامين ب على صفاء البشرة وصحة الجهاز العصبي، وعلى النساء التي تتعاطين حبوب منع الحمل
كما تتناولن كميات إضافية من فيتامين ب للمحافظة على نعومة بشرتهم. مشاهدينا الأعزاء، في ختام حلقتنا النهاردة بنقول يا رب تكون الحلقة عجبتكم وتكون استفدتم منها، وإلى أن نلتقي معكم وحلقة قادمة إن شاء الله لكم من أرق الأمنيات بالسعادة وأشرف تحيات أسرة البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.